عندي شقة 3 غرف 160 متر، عندي هنا ده المدخل، أجي بعد كده عندي ده المطبخ، والمطبخ فيه بلكونة. أجي بعد كده دي عندي الصالة، الصالة مطلة على المدينة، وعندي دي البلكونة بتاعتها، عندي هنا البحر. شوف دلوقتي الغرف، انا عندي هنا باب بينزل الغرف عن الصاله والمطبخ، عندي غرفه الاولى خارج على نفس البلكونه وشايف البحر، عندي هنا ده مكان للدولاب الملابس، عندي دي الغرفه الثانيه، عندي هنا برضو دولاب للملابس، نفس الكلام بتطل على البحر. اجي بعد كده عندي ده الحمام، هجيب بعد كده دي الغرفة الماستر، عندي مكان دولاب الملابس، ده الحمام، فيها بلكونة ومطلة على البحر.